اليوم احنا في فضاء دار الشباب شبيكة في إطار اليوم المحلي للمبادرة الخاصة بمعتمدية شبيكة بالشراكة بين إدارة معتمدية شبيكة وفضاء المبادرة بالقيروان. اليوم الحقيقة بحذانا معناها ضيوف معناها من الحجم اللي نعتبرهم المحترم جدا كمصالح إدارية. بحذانا للسيد رئيس فضاء المبادرة، السيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية وإطارات المحلية، بحذانا ممثلين عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، ممثلين عن الإدارة الجهوية للشباب والطفولة، كل المتدخلين، الإدارات المحلية، منظمة وطنية اتحاد الفلاحين، رئيس الخليط للشهد الفلاحي، جمعية مغيرون. الحقيقة اليوم في إطار العمل على تعزيز معناها ثقافة البعث المشاريع وخلق مورد الرزق والانتساب الحساب الخاص. تعرفوا معناها إشكالية المالية العمومية، وضع معناها الوظيفة العمومية اليوم متشبعة في إدارات العمومية، والتوجه هو معناها دعم المبادرة الخاصة وتنمية روح الانتساب الحساب الخاص. الحقيقة احنا في إطار التنسيق مع السيد رئيس فضاء المبادرة كنا معناها حرصنا وأنه تنطلق المبادرة هذه مش تكون في مختلف المعتمديات، تنطلق من معتمدية شبيكة على اعتبار العديد من الفرص معناها متاع الانتساب الحساب الخاص ومتاع التمكين الاقتصادي متاع خلق المشاريع وموارد الرزق موجودة في معتمدية شبيكة. اليوم نروض يوم إعلامي حول البعث المشاريع بالشراكة مع معتمدية شبيكة. بالحقيقة يوم إعلامي مهم لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، أول حاجة مش نقربوا المعلومة خاصة الخريجي التعليم تاعنا وأصحاب الأفكار المشاريع وخريجي مراكز تكوين مهني واللي عندهم أفكار مشاريع واضحة وكل شيء وتعوزهم إمكانية التمويل المرافقة. اليوم جيناهم علينا المكان، نحبوا نعطوهم لمحة مبسطة وواضحة ودقيقة على مسار بعث المشاريع ومهياكل مختلف الهياكل مختلف الهياكل الإحاطة مرافقة البعثين. الحياة فهم زهرة الحياة.